رح نبقى بهي الأجواء، الأجواء المميزة، النشاط والهمة اليوم على عرض المنتوجات وعلى المشاركة. اليوم تحديدا رح نحكي عن جناح وزارة الصحة، وبصيرنا أكيد نستضيف مع مسؤول جناح وزارة الصحة بمعرض دمشق الدولي أحمد الأحمد. يسعد صباحك، صباح أهلا وسهلا الخير، أهلا فيك. وسهلا فيكم. يسعد هلا هي صباحك صباح وأهلا وسهلا الخير، أهلا فيك. وسهلا، هلا فيكم. يعني مشاركات عديدة عم تكون موجودة، ومن هي المشاركات جناح لوزارة الصحة. خلينا نتعرف أكثر على جناحكم، شو بيتضمن، وعن مشاركتكم بمعرض دمشق الدولي. تمام، نحن حبينا نكون موجودين بمعرض دمشق الدولي من عدة نشاطات موجودة حاليا بالمعرض. بتبدأ بنقطة طبية وعيادة متنقلة وثمان سيارات إسعاف موجودة داخل مدينة المعارض وعلى طريق المدينة، عم بتغطي كافة الحالات الإسعافية والطبية لزوار المعرض والرواد اللي على المعرض. وعندنا عيادة متنقلة عم بتقدم برنامج تلقيح وعم بت برنامج لسوء التغذية للأطفال دون سن ال5 سنوات من خلال تقديم مواد داعمة من زبدة فستق وبسكويت. وعندنا جناح وزارة الصحة اللي عم بنحاول نعرف فيه الزوار المعرض بنشاطات وزارة الصحة المتنوعة اللي بتكون من خلال تقديم بروشورات تعريفية لنشاطات وزارة الصحة بشكل كامل من خلال زيارتهم للجناح بجناح الجمهورية العربية السورية، جناح وزارة الصحة، فبيتعرفوا فيه على كافة النشاطات اللي بتقوم فيها وزارة الصحة. يعني الشيء المميز اللي شفناه انه ما بس كان الزوار هن من السوريين، كان في زوار يمكن اجانب وحتى مغتربين. في مجال وزارة الصحة كان في يمكن مثل بحث في اتفاقيات وبحث في امكانية تزويد وزارة الصحة بالمستلزمات والآليات. قد ايه هذا الشيء من خلال معرض دمشق هو اللي فتح هي الفرصة وهذا المجال؟ تمام، هلا احنا بالجناح كنا نقطة ارتباط بيننا وبين الإدارة المركزية كوزارة، فأي شخص عم بيزور جناح وزارة الصحة وعم بيحاول يستفسر بحيث انه إذا كان مستثمر أو شخص حاب يتعالج داخل البلد أو الوضع الصحي بالبلد أو أي شيء متعلق بالصحة بسوريا، فعم بيحاول يستفسر عن طريق جناح وزارة الصحة، فعم نحاول ندله على الباب الصح بوزارة الصحة ليكون الجواب كافي ووافي له بكل المجالات من مستثمر أو مريض أو حدا حاب يعمل استشفاء داخل البلد. ذكرت عن النقاط الطبية اللي موجودة ضمن المعرض دمشق الدولي، تمام، وكان لها دور لأنه تم التصريح عن عدد كبير من الحالات صحيح، الصحية اللي تم إسعافها. خلينا نعرف قديش تقريبا، إذا عندك أي معلومة تمام، عن عدد الحالات الصحية اللي تم إسعافها إلى المستشفيات داخل مدينة دمشق أو استقبلتها العيادات الطبية. تمام. هلا المركز الصحي اللي بمدينة المعارض استقبل حتى اليوم حوالي 400 حالة، تم نقل حالات إسعافية هن؟ حالات إسعافية من إغماء وحالات يعني كانت نتيجة الضغط والحرارة المرتفعة بداخل المدينة والأجواء اللي عم نشوفها بهالأيام هاي الحر الشديد، فكانوا حوالي 400 حالة اللي زاروا 400 حالة إسعافية زارت المركز الصحي بمدينة المعارض. تم إحالة حوالي 15 حالة عن طريق منظومة الإسعاف اللي موجودة عندنا داخل المدينة للمشافي بمدينة دمشق وريف دمشق. نحن في نقطة ارتباط هي بين المركز الصحي ومشافي وزارة الصحة داخل مدينة دمشق. الحالات اللي بتستدعي متابعة فكان يتم يعني إعطائها العلاج الأولي داخل المركز الصحي ونقلها لاستكمال العلاج داخل المشافي حتى يكون الشخص الزائر لنا يعني بأتم الصحة وبأتم العافية من خلال زيارته للمعرض. نعم. كمان وزارة الصحة إلى أنشطة بعيدا يمكن عن المعرض، إلى أنشطة دائمة، إلى يمكن ورشات تمام، تعليمية دائما. خبرنا اليوم شو آخر نشاطات وزارة الصحة؟ هلا وزارة الصحة دائما بتحاول انه تعطي من خلال برامج عن طريق مديرية الرعاية الصحية الأولية وبعض المديريات المتخصصة ورشات عمل متنوعة بكافة الاختصاصات وبكافة المجالات لتكون مواكبة لدائما لأي حالة أو لأي وضع صحي داخل البلد. فمن خلال هالورشات هاي نحن اليوم وعينا المجتمع بشكل كامل
والدليل أو المؤشر على ذلك إنه حتى اليوم إحنا خلال فترة الحرب كاملة ما تم تثبيت أي وباء أو أي جائحة داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وهذا الحمد يعني لله. إنجاز لوزارة الصحة. الحمد لله إنه وصلنا وحسننا نقدم واجبنا لهالدرجة هاي. يعني مثل ما ذكرت فرح، نشاطات عديدة عم تشتغلوا عليها تمام. غير موضوع الورشات، شو في أنشطة عم تكون فعالة لوزارة الصحة بالآونة الأخيرة، وخصيصا هلأ أكيد في نشاطات جديدة خصيصا مع افتتاح المدارس؟ يعني تمام، هلا نحن برامج وزارة الصحة متنوعة، إذا بدي أعدلك لك إياها هلا بدها أكثر من ناخذ جلسة، هيك بعض الأنشطة الأخيرة يلي رح وبدنا تصير. نستعين بأطباء من عندنا من الوزارة إذا بتحبوا، بيجوا بيعرفوكم بالنشاطات اللي عم يقوموا فيها واللي عمال تكون متنوعة بمستوى أفقي على مستوى الجمهورية العربية السورية بالمحافظات وبالمديريات الصحة المتنوعة، فعم بتعرف الناس بكافة المجالات. فنحن ممكن نقول لك مثلا في برامج ل متابعة أو الكشف المبكر عن سرطان الثدي، في برامج متعلقة بالأم الحامل، في برامج متعلقة بسوء التغذية عند الأطفال، نعم، متابعة أوزانهم. هي النقطة اللي موجودة هون تمام بمعرض دمشق الدولي اللي قلت لنا عنها، تمام هلا لمتابعة النقطة الأطفال. العيادة المتنقلة، قصدي العيادة العيادة المتنقلة المتنقلة. هلا نحن عم بيقدموا فيها برنامجين، برنامج لقاح للأطفال دون ال5 سنوات بشكل المتسربين كامل، عن اللقاح. المتسربين او اللقاح مفيد حتى لو كانوا مثلا سهيانين او نسيانين انه تمام. تم اخذ اللقاح، ممكن ياخذوا اللقاح بعد طبعا ما يعملوا تحري من اهل الطفل عن وضعه انه اخر مره ايمت اخذ وشو وضعه كامل، ممكن يعطوه هذا اللقاح داعم ما فيه ضرر اذا اخذه مره ثانيه. وبرنامج سوء التغذيه عم بيتم متابعه اوزان واطوال الاطفال، فاللي بيلحظوا عنده في نقص ممكن يعطوه برنامج غذائي متمم لهالطفل نعم، هذا من خلال الوجبات اللي عم تتقدم من زبدة فستق وبسكويت مدعم بالفيتامينات، حتى يكون متابع للحالة بشكل مستمر مع مراكز وزارة الصحة المتخصصة بهالقصص هاي. كتير بنسان فعلا شيء مميز انه يكون دائما للاطفال حصه ونصيب ان كان من كل جناح بالمرض وخاصه من وزاره الصحه. اليوم للاسف اذا بدنا نطلع يمكن بالعالم استاذ احمد، يمكن كتير في مشاكل ان كان بسوء التغذيه، ان كان بالامراض الساريه، ان كان كتير مشاكل بتخص الاطفال. قد ايه مهم اليوم التوعيه حتى بالمدارس ان كان للاطفال وان كان للجهاز الاداري الكامل. طبعا نحن هلا مستمرين كاستشاريين بوزارة الصحة وبتقديم النصائح وبمتابعة الحالات وبمتابعة يعني المؤشرات داخل الجمهورية العربية السورية بشكل كامل، اللي بتعطينا انه اذا في حالات ممكن تستدعي المتابعة بشكل مستمر وبشكل مركز ام هي حالات ضمن الحدود الطبيعية. فوزارة الصحة دائما عم بتكون عاملة ميزان بين الحالتين، فلما بتستدعي تدخل الوزارة فعم تكون موجودة بكافة المجالات بالتعاون مع وزارة التربية وبالتعاون مع بقية الجهات المتعلقة بهالاختصاص، بالخص يعني بالأخص بالنسبة لنا احنا موضوع الأطفال، لأنه الأطفال لما بيبنى جسمه بحالة صحية سليمة فأكيد راح يكون يعني هو عم بيوفر علينا بالمستقبل علاجات وأمور تانية كتير. أكيد. يعني اليوم مشاركة وزارة الصحة ضمن هالمعرض يلي عم يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة والمشاركات، قديش هو فرصة مهمة أيضا للتعريف بوضع الوضع الوزارات، الوضع كيف عم يكون المادي، التفاعل، العمل، الأنشطة بوضع وزارة الصحة. هلا نحن مهمتنا كوزارة الصحة نحن وزارة خدمية عم نقدم العلاج حتى الاستشفاء بشكل مجاني كامل، ومشافينا بتقدم الخدمات الطبية كاملة، الجراحات كاملة بشكل مجاني، مشافي وزارة الصحة، بالإضافة للهيئات المستقلة عندنا المنتشرة بالمحافظات بتقدم الحالات يعني بتقدم العلاج الكفيل بأنه يكون المواطن السوري بأتم الصحة وما يعني ما يضطر انه مقارنة بالعلاج اللي عم بيتم برا. فنحن كتير كتير يعني بالهيئات المستقلة عم بتكون الأجور رمزية او شبه مجانية،
يعني ما فيك تقولي انه انت مثلا لما بدك تقارني بين مشافي وزارة الصحة كهيئات مستقلة مأجورة وبين المشافي الخاصة، في فارق في كبير فرق كثير، كبير. فارق كبير كثير، ومشافي وزارة الصحة معروفة. أستاذ أحمد، يعني ما يعني جميع الأطباء في إجماع من قبلهم أنه للأسف بظل هذا الحصار كان في نقص يمكن بالأجهزة والمعدات الطبية، تم الاستعاضة عنا بوسائل بديلة. قد بتشوف هذا الشيء كمان هو تحدي حقيقي اليوم أنه نحن نعمل المعرض لوزارة الصحة؟ تمام الطب بالعكس عم يتطور والورشات عم بتقوم بظل هذا الحصار اللي عم نعيشه. تمام هلا نحن عانينا بوزارة الصحة خلال فترة الأزمة بعقبات كثيرة، من أولها الحظر على سوريا، توريد الأجهزة الطبية والعلاجات أو الأدوية أو اللقاحات بشكل كبير، وحاولت وزارة الصحة دائما عن طريق الدول الصديقة وبشكل مستمر انه تكون بكامل جهوزيتها داخل المشافي وداخل المراكز الصحية من خلال تقديم العلاج بشكل مجاني، واستمرت بتقديمه بشكل مجاني حتى اليوم، وحاولنا نكون موجودين دائما بحيث انه ما نخلي المواطن السوري يضطر يروح للقطاع الخاص الا نعم، بالحالات اللي هو بيرتقيها، يعني اختياره. اما الاختياري، يعني نعم، اما وزارة الصحة دائما موجودة، و يعني ما بنقول انه تقصير، ولكن الوضع العام كان العالمي في حصر كتير، يعني حظر على المنتجات، يعني حتى التجهيزات الطبية هي معفاة من الحظر، ولكن بنفس الوقت مارسوا هالتسلط بهالقصة هاي، نعم، ولكن وزارة الصحة حاولت عن طريق الدول الصديقة أمنت كامل التجهيزات والمستلزمات الطبية والأدوية، وكانت موجودة خلال هالفترة هاي. يعني بدنا نشكركم، نتمنى لكم أهلا كل وسهلا، تشرفنا التوفيق وإن فيكم، شاء الله كل الشرف الناس بتضل إن شاء بصحة الله. وبسلامة أهلا وسهلا وفرح. فيكم، شكرا كثير تشرفنا، لك، صباح شكرا الخير مرة مرة تانية. ثانية، أهلا. شكرا.